متواصلون معكم على الهواء مباشرة بطبع مفاد التلفزيون المصري، معكم لحظة بلحظة من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. لكن أيضا هناك تأكيدات ظهرت من المبعوث الخاص لشؤون الهجرة والتغير المناخي بالمنظمة الدولية للهجرة كارولين دوماس حول ضرورة خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. أعربت كذلك عن أملها في إدراج مسألة النازحين جراء التغيرات المناخية في مؤتمر كوب 27 القادم والمقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ. مباشرة من شرم الشيخ، مفادة التلفزيون المصري ليندا عبد اللطيف كان لها هذا اللقاء. اهلا بكم مشاهدينا، احنا دلوقتي متواجدين في مدينه شرم الشيخ وبنرصد ليكم اللي بيحصل في ورش العمل اللي بتعقد قبل انطلاق منتدى شباب العالم. حقيقه واحده من الورش دي هي كانت عن دور الشباب في مواجهه التحديات المناخيه والبيئيه، وللحديث اكثر عن هذا الموضوع بيسعدنا ان ينضم الينا كارولين دوما، المبعوث الخاص للمدير العام للمنظمه الدوليه للهجره. Welcome, ma'am. We're very delighted to have you with us here today. You've been participating in a very interesting topic on the role of youth in combating environmental and climate change as well. Could you please tell us more about the focus of what you've been discussing throughout this workshop? Yes, thank you for having me and with pleasure. بالطبع. شكرا على استضافتي. الأطفال والشباب يأتون في المقدمة عندما نتحدث عن التغير المناخي والتحديات التي يفرضها هذا التغير والكوارث في العديد من المناطق حول العالم. من المهم مشاركة هذه القضايا مع الشباب. أولاً، ما يقوله العلماء حول التغير المناخي ومخاطره وكذلك تحدياته، وبالطبع من المهم الحديث للشباب وتبادل الرؤى حول الدور الذي يمكن للشباب القيام به للمساعدة في الحد والقضاء على أثار التغير المناخي على حياته وعلى مجتمعاتهم وبلادهم، كذلك إن صح التعبير. لذا من المهم أن نشارك مع الشباب العمل المطلوب ومستواه، وما هي المناطق المشاركة وكيف، وما هي الإجراءات والخطوات للمشاركة. And in their country, if I can say each of them. So it is important to share with youth what kind of action they can take, what kind of levels of actions as well can be done, where they can participate in, what kind of processes they can participate. Do you think that youth have what it takes in order to be actually influential and take real actions when it comes to that field? Or does it actually need more experienced people? And how can we integrate them to find, like, prominent outcome? I really feel that young people, first of all, أولا وقبل كل شيء، الشباب على وعي كبير بمخاطر التغير المناخي، فبعضهم يعاني كل يوم من هذا التغير المناخي. كذلك أعلنت اليونيسف أن 800 مليون طفل يعانون حاليا موجات ارتفاع درجة الحرارة، لذا فإن العدد كبير، والكثير من الشعوب بل والشباب الذين نلتقي بهم اليوم على دراية بأنه يمكنهم المشاركة ولعب دور كل بدوره في حياتهم اليومية لتقليل أو حتى التكيف مع التغير المناخي أو المساعدة في إيجاد المزيد من المرونة، بل وبإمكانهم المشاركة مع الجهات المحلية وحكوماتهم والكثير من المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية التي لديها قاعدة كبيرة من العاملين مثل الاتحاد الأفريقي وما لديها من استراتيجية محددة للتغير المناخي، حيث يشارك فيها شباب أفريقيا بأعمار من 15 إلى 25 سنة، والذين سوف يتضاعف عددهم بحلول عام 2050 ويبلغ عددهم حاليا 230 مليون، والذي سيتضاعف ومن المتوقع أن يصل إلى 460 مليون شاب في القارة الإفريقية بحلول عام 2050. لذا فإنهم في طليعة هذه المعركة.
مرة أخرى لقد التقيت هنا بشباب واعد جدا وملتزمون وحريصون على المشاركة في ميلان وغلاسكو وهنا في المنتدى. منتدى شباب العالم هذا العام فرصة رائعة للشباب لمعرفة وتقدير كل التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة كوفيد-19 والتي وضعتنا في موقف غير عادي. فهذه فرصة لهم للوقوف على كل التحديات ومنها التغير المناخي ويمكن القول الكارثة المناخية، فهي من التحديات الرئيسية المتداخلة مع قضايا أخرى مما يتوجب علينا تضمينها في كل السياسات، سواء سياسة التعليم أو الصحة أو الاقتصاد وبالطبع السياسة الوطنية للحوكمة الرشيدة. A certain number of parts of the planet are going to be unsafe for life. Ahead of COP27 that will be held in Egypt, what is one message that you would like to send to the leaders of the world ahead of this very important? If you ask me if I have one message ahead of COP27, it is to integrate human displacement, human mobility. إن كنتم تطلبون مني رسالة واحدة قبل مؤتمر الأطراف ففي نسخته 27 فهو أن ندمج نزوح الشعوب وانتقال البشر بسبب التغير المناخي في جدول المناقشات وفي القرارات الناتجة عن مؤتمر COP27. فالهجرة الناجمة عن التغير المناخي مهمة جدا، فكما قلت هناك عشرات الملايين من البشر، أي قرابة 30 مليون نازح في عام واحد عام 2020. هذا الرقم في ازدياد، فلابد من إدراج هذا الأمر للمعالجة وحله بقدر الممكن، وهذا يعني إيجاد سياسات للتكيف والتقليل من معدل النزوح وإيجاد حل له بقدر الإمكان، وأن الهجرة ضرورية فقط إذا فرض ذلك المناخ. To avert as much as possible, I mean, the displacement and to minimize it. Ma'am, thank you so much for joining us today. We're very delighted to have you with us here today. Thank you very much to you. Thank you very much. بالطبع نشكر الزميلة ليندا عبد اللطيف مفادة التلفزيون المصري على هذا اللقاء.